النبي عليه الصلاة والسلام كان قد جوزه للضرورة في أول الأمر ثم نهى عنه فهو حرام إلى يوم القيامة، كما عند مسلم النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قال هذا الكلام: يا أيها الناس إني قد أجزت لكم نكاح المتعة وإنه حرام إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عمرو أيضا يقول إن عند مسلم أيضا إن نكاح المتعة كان رخصة للمضطر كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله دينه وحرمه فهو حرام إلى يوم القيامة. والفضيل ابن عياض عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم نقلوا إجماع أهل العلم على حرمة نكاح المتعة وهو من الزنا، وهو من الزنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره لما تولى الخلافة خطب الناس وقال إن نكاح المتعة قد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد جوزه لنا 3 أيام ثم نهى عنه فهو حرام إلى يوم القيامة، ومن يأتيني بشيء من هذا، يعني بنكاح المتعة، رجمته بالحجارة إن كان محصنا، يعني إن كان متزوج وتزوج نكاح متعة يقيم عليه حد الزنا، يقيم عليه حد الزنا، إلا أن يأتيني ب4 شهود أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه بعد أن حرمه. فهناك إجماع على هذا الأمر. الشيعة الروافض